وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يسأل السائل يقول: أنا إلى الآن لم أحفظ القرآن بعد، في طريقي في حفظ القرآن، هل أترك ختمة القرآن النظر في رمضان وأبدأ بالحفظ أم ماذا؟ وهل ختمة القرآن سنة؟ ختمة القرآن سنة وحفظ القرآن أيضا سنة، يعني ختمة القرآن مستحبة وأيضا حفظ القرآن أيضا مستحب، لكن من القواعد الفقهية المقررة أن هناك سنن ومستحبات مؤقتة بوقت، إذا زالت زال استحبابها وزال وقتها، ومنها أن هو تلاوة القرآن والإكثار منه في رمضان، تلاوة القرآن والإكثار منه في رمضان. والآن والناس في البيوت بحمد الله تبارك وتعالى يستطيعون أن يحفظوا القرآن وأن يقرؤوه ختمة واثنتين وثلاث وأربع. هي المسألة الحمد لله الناس الآن في البيوت، وهذه من رحمة الله، ونحن قلنا إن إدراكنا لرمضان ونحن في بيوتنا في هذه السنة في هذه الجائحة الكورونا، الله يرفع عنا وعن المسلمين في كل مكان، هي نعمة عظيمة من الله عز وجل، يختبر الباري تبارك وتعالى فيها إخلاصنا له عز وجل. الله عز وجل فرغك، يعني ليس ككل رمضان يعني تقول والله مشغول بالعزيمة، اليوم عندنا في بيت عمي، اليوم في بيت خالي، اليوم في كذا، اليوم في، والله مشغول اننا عندنا تفطير الصائمين، عندنا كذا، ما عندك شيء الحمد لله. انت الان في البيت 24 ساعة فضلا وانت في البيت تستطيع، وساعطيك برنامجا يسيرا مسهلا. يقول الشيخ بن باز رحمه الله في لما سئل على من صلى، اذا صلت المرأة الفجر في البيت جلست الى الاشراق فهل لها ذلك؟ قال: نعم لها، حديث أبي هريرة الذي يصحه الألباني وشيخ بن باز: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كأجر حجة عمرة تامة، ثم قال: ومن فعل ذلك من الرجال، من كان مريضا أو خائفا لا يستطيع أن يحضر إلى صلاة الجماعة وصلاه في البيت وجلس الى الاشراق فله مثل الاجر هذا، وصلى ركعتين ان شاء الله له مثل الاجر. فاجعل وقتك من بعد الفجر الى الاشراق، احسن الله اليك، اجعله لوقت الحفظ الجديد، او اجعله لوقت مراجعة ورد، او لوقت ختمتك التي هي ختمة التي هي من ختمة رمضان. تستطيع في هذه الساعة والنصف تقريبا او تزيد قليلا تقرأ من جزئين إلى أربعة أجزاء، يعني تستطيع في رمضان تختم أربع ختمات بكل يسر فقط من جلسة الفجر إلى الإشراق، ثم تصلي بعد ذلك وتحسب لك من الضحى، تصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية اللي تستطيع عليه، ثم تأخذ لك إن أردت أن تستريح استرحت، ثم استيقظت على الضحى على التاسعة أو العاشرة وجعلت لك هذا الوقت إلى أذان الظهر إن شاء الله عز وجل، إذا كان قضى حاجة لأهلك أو شيء من هذا القبيل، وإذا ما عندك شيء تقضي فيه حاجتك تترك هالجوال وهالواتس وكذا وتمسك الورد القرآني الحفظ الذي هو عندك، وسأرسل لك جدولا سهلا ميسرا يوضح لك ختمات القرآن ختمة النظر، وتقرأ ما تيسر ولا تكثر على نفسك في ورد الحفظ. قالون كان يحفظ كل يوم آية، عبد الله السلمي أبي عبد الرحمن 10 آيات لا يجاوزها، جزاك الله خير. ثم تصلي الظهر وتؤذن في البيت استحبابا، وتقيم وتصلي أنت ومن معك بأهلك، والسنن الرواتب لا تنساها ولا تتركها، جزاك الله خير. ثم بعد ذلك إن أردت بعد الظهر أن ترتاح قليلا استرحت ولا حرج الحمد لله، ثم تكون إلى صلاة العصر إذا أردت أن تأخذ استراحة، وتصلي العصر وتجلس من العصر إلى المغرب إن أردت أن تجعلها لتتمة ختمة النظر أو لتتمة مراجعة حفظك، فيكون عندك في اليوم حفظ جديد ومراجعة الحفظ ليش؟ الحفظ السابق. ثم بعد ذلك تصلي المغرب وتفطر على خير، ثم إن أردت أن تحيي بين المغرب والعشاء وهي سنة مهجورة عند كثير من الناس، من حديث حذيفة عند الترمذي في الجامع وفي الشمائل: جئت النبي فوجدته يصلي من المغرب لحد العشاء. إذا أردت أن تجعل هذا وتجعلها أيضا من ختمتك من النظر، من ختمة النظر، ثم تصلي التراويح إذا كنت بتصلي بأهلك اقرأ من المصحف أيضا واجعله من ختمتك أيضا. شوف كم وقت جبناه في ختمة النظر، من بعد الفجر هذا وقت، بعد العصر هذا الثاني، بعد المغرب هذا الثالث، في التراويح هذا الرابع. تستطيع بهذه السورة أن تختم بيسر وتؤدة وهدوء
وتجعل وقتك اللي هو من بعد من الضحى إلى الظهر إن أردت تجعله لمراجعة حفظك، أو تجعله إن أردت من بعد العصر إلى المغرب لمراجعة حفظك، فلا حرج في كل هذا، تستطيع أن تجعل كل هذه أوقات لك. إذا نحن نريد أن نقوم بعملية فن إدارة الوقت بحمد الله تبارك وتعالى، ولا تعارض، فلا ينبغي أن يخرج عليك رمضان وما عندك ولا ختمة، ما ينبغي ذلك. الشافعي كان لديه 60 ختمة في رمضان، فما ينبغي أن نجعل لنا ذلك. المسألة تحتاج ترتيب وقت كما قلت لك، وأنت تستطيع الأمر فيه مرونة، تستطيع أن تجعل وقت المراجعة بعد الفجر إن أردت، تجعل وقت ختمة النظر بعد العصر، تجعله بعد المغرب، تجعله مع التراويح، أنت الأمر فيه مرونة. لكن هذه كلها أوقات فراغ، ولا تشغل نفسك في رمضان بغير القرآن. ما الذي يحدث؟ الشباب يشغلون أنفسهم، اللي يجيب له كتاب تفسير، واللي يجيب له كتاب السيرة، واللي يجيب كذا، ويبدأ الشيطان يفتح لك أبواب تظن أنها من أبواب الخير، وهي كلها تثبيط لك عن شهر القرآن اللي هو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فاجعل يا حبيبي يا أخي في الله، جزاك الله خير، اجعله للقرآن وفقط، للقرآن وفقط. اللهم إلا أن تجعل لك كتاب تفسير مثل تيسير كريم الرحمن بشرح كلام المنان للشيخ السعدي، تجعله لك لكي يكون معك، أو مصحف التدبر، أو مصحف التدبر تجعله معك من باب إذا ارتجت عليك آية أو غريب أو لفظة ما عرفتها تفتح وتعرف معناها وتأخذ الأمر بقدره. لكن اشغل وقتك بالقرآن، هذا ما أقوله، هذا ما تيسر إرادته هي أعداده عن الله على ذكري. تم تحرير صوتيا في عشية يوم الجمعة غرة رمضان المبارك العام 41 و400 نبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.